تحية لكم رفاقنا الطلائعين ومشاهدينا الأعزاء مع برنامجكم طلائع البث الذي طالما انتظرتموه بفقراته الجميلة والغنية بأفكار خلاقة ومبدعة. نعم أحبائي، كل يوم معكم تزداد معرفتنا وتتسامى أفكارنا دوما للأفضل على شاشة الفضائية التربوية السورية. نتابع معكم فقراتنا التالية. بدأنا هذا الشهر مع النشاطات المميزة لرفاقنا الطليعيين، والتي بدأت بالورشة الفرعية لمهارات الاتصال والتواصل والتي أقامها فرع القنيطرة، حيث التقى فيها الرفيق نديم حسون عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي، التقى بعدد من الرفاق. وأقيمت هذه الورشة تحت شعار فن الحوار والتفاوض مع الطفل، تأكيدا على أهمية الحوار والدعم النفسي لأطفالنا خصوصا في المرحلة الراهنة. وحضر اللقاء الرفيق وضاح السواس عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيس مكتب التقانة والإعلام. أما في الرقة فقد تم وبالتعاون مع مديرية صحة الرقة تنفيذ دورة إسعافات أولية لعدد من الطليعيين في وحدة طه كريبان منطقة معدان بريف الرقة المحرر تحت عنوان المسعف الصغير. والهدف هو تعليم رفاقنا الصغار الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة والعلاج لمحتاجها بالسرعة القصوى، وتعزيز مفهوم الصحة والحفاظ عليها وعلى صحة النشأ. وأقيمت ندوة عن المخدرات بعنوان المخدرات والوقاية منها وطرق علاجها في تجمع مدارس دبس عفنان. كما أقيمت بالمركز ذاته ندوة أخرى للحديث عن مخلفات الحرب وكيفية الوقاية منها. وتم إشراك الأطفال هناك بحملة اللقاح الوطنية. أما في دير الزور فقد افتتح فرع دير الزور لطلائع البعث المهرجان الثقافي السادس بعنوان نبني أنفسا وعقولا، وذلك في المركز الثقافي برعاية الرفيق ساهر الحاج صقر أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي، وبحضور الرفيقة منى الخاير رئيسة مكتب التربية والطلائع الفرعي وعدد كبير من الرفاق والمهتمين بثقافة الطفل، حيث تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية في افتتاح المهرجان، وألقي عدد من المحاضرات من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والتعليم العالي، تخللها مداخلات من بعض الرفاق.
كما أقام فرع طلائع البعث في الحسكة ندوة عن مرض السرطان بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والذي يصادف في 15 من شباط من كل عام، وذلك بحضور الرفيق محمد هيجل عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي وعدد من الرفاق، وذلك في وحدة الشهيد عبد الله القادري وسعيد سعدو، حيث تحدث المحاضرون عن أسباب المرض والعوامل التي تؤدي للإصابة به وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه والأغذية التي يجب أن نبتعد عنها أو تلك التي يجب أن نتناولها لفوائدها الصحية الجمة، وعن دور الأم في التوعية وفي تقديم كل ما هو صحي لطفلها. البداية في أي شيء دائما ما تكون الأساس الذي يبنى عليه، فإن كان الأساس متينا وقويا كانت المخرجات في النهاية سليمة وصحيحة، وهذا ينطبق على مرحلة الطفولة. فقد أقيمت ورشة عمل لمهارات الاتصال والتواصل مع الأطفال في المدرسة التطبيقية في سقبة الغوطة الشرقية، قد نظمتها منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارة التربية، وعنوان الورشة فن الحوار والتفاوض مع الأطفال. وقد حضر كل من الرفيق وضاح سواس رئيس مكتب التقانة والإعلام المشرف العام على الورشة، والرفيق خضر الصالح أمين فرع الطلائع وقيادة الفرع، والرفاق لؤي غيبة ودعد السرج أعضاء قيادة الفرع، والرفيق سحر الخير رئيس دائرة البحوث في تربية ريف دمشق. وقد بلغ عدد المشاركين في ورشة العمل 85 مشاركا من مديري مدارس ومعلمي صفوف وعشرة أطفال، وكان ذلك بالتعاون مع مديرية تربية ريف دمشق. وخلال عمل الورشة تحدث الرفيق وضاح عن أهمية أسس الاتصال والتواصل مع الأطفال وطرق إتقان مهارات التواصل الفعال مع الطفل والأسرة ومع الإدارة التربوية في المدرسة للوصول إلى أعلى درجات الاتصال الصحيحة لرفع كفاءتهم، وليصبحوا قادرين على دور الاتصال في أنشطة التعليم والتعلم وعلى فهم الذات والآخرين. كما تم دعم الأفكار المقدمة للمتدربين على شكل أفلام تعليمية توجيهية تساعد على توصيل الرسالة التربوية بشكل صحيح وسليم، لنصل إلى هدف بناء شخصية أطفالنا بشكل قوي وواع، نبتعد بهم عن الأفعال السلبية التي تنعكس سلبا على شخصيتهم فتكسبهم العنف والحسد، ومن ثم إلى إحباط ويتحول إلى انطواء وعدوانية، هذا كله من خلال التواصل السلبي مع الطفل. فمن خلال ورشة العمل هذه يتمكن المشارك من أن يتقن مهارات الحوار الناجح، ويتقن المشارك سلوكيات القيادة التربوية التي تؤدي إلى الفاعلية والتميز والنجاح. كما تتم إنجاح عملية المواطنة عند الأطفال وترسيخ القيم الإيجابية، فتعلمهم على تأدية واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم. مهارات الاتصال والتواصل مع الطفل ومع الأسرة، ما نستخدم الكلمات الصعبة، ما نورجيهم عدم اهتمام، ما نعيرهم الاهتمام الكامل حتى لو كان حديثهم عادي وبسيط. والنقطة المهمة عدم وضوح الخطاب الرسالي. باختصار، في كثير ناس بتحكي مثل ما بيقولوا بالمثل الشعبي العامي، بيقطفوا بالحش منهم كبكبة، وين مضمون رسالتك؟ اعطيني رسالة واحدة بس. التحجزات المسبقة اللي بتصير معنا في البيت وفي المدرسة، لما بنقول له طالعونا الطلاب طالب شاطر، دائما بنستمع للطالب الشاطر والطالب الثاني ما بنستمع له.
لما بتكون المعلمة دائما حيطة ابناء قدام وبتنتخبوا في عرفاء الطليعة بتحطوا عريف طليعة. لما بنعطي رسالة غير صح مثل ما شفنا في احد المدارس وطلعت على الانترنت وحاطين طاولة مائدة هالطول طولها مصورة انا عندي تبتوا فيه. هاي رسائل لا لغة الجسد غير المناسبة لأهمال نطنشه وده يفضالي ما بصير بعمل له هيك او انا مو حديثة. نقص التفاعل بين المرسل والمستقبل كتير بتصير لاني ما اجت عيوني بعيونه ما عملت له الطفل الاهتمام. نعم بلا هو هي الرسائل كتير الطفل بيحبها اني معناتها مهتمة الماما برسالتي مهتم البابا برسالتي المعلم مهتم برسالتي كمان عم حاورني. الاختلافات الثقافية عدم الثقة في المعلومة لأنها بيعطيني معلومة غير صح وغير أكيدة ومعلومات كثيرة جدا. بنصل للختام ومنقول مهارات التواصل الفعال. خلونا نتفق مع بعضنا البعض. الرسالة واضحة. التعلم هو تغير في السلوك ما هيك؟ متفقين؟ تغير من جهة المعارف والمهارات والاتجاهات. مين مأيدني؟ مين مأيدني هالفكرة هاي؟ المأيد بس يرفع لي ايده. كل مأيدي حلو كتير كويس. معناتها نحن متفقين الآن بكل مسألة تختلط علينا الأفكار. انتو لذلك علينا ان نرتب افكارنا. افكارنا باللاشعور بتكون متنافرة بتنزل على ساحة الشعور بننزلها بننظمها مثل ما بننظم على الورق بتنظم بتنزل تراب وورود بس ننفعل ونرمي الكلمات جزافا هذا غلط. هذا انتبهوا عليه كثير كثير. لا تتسرعوا لا تكونوا منفعلين في الحياة لا فاعلين فيها ولا تخلوا الطفل منفعل لا فاعل بلعبوا دور كثير كثير عنه. أنا كثير بحاول ابني الصغير بسأله أبو الضاح لقية كبيرة كثير وبناقشه وبحوار وبأسئلة مفتوحة مو مغلقة وببعد عن لغة الأمر معه بشكل كامل لأني بكره الطفل لغة الأمر وبكثير بحب الطفل الرسالة غير مباشرة. لما أنا بقوم قدامه برتب له كان فيه ويترك سريره بدون ترتيب صرت شو أعمل أنا؟ أجي على عنده على غرفة بغيابه أرتب السرير وأرتب له غرفته وأكتب ورقة هيك يزون هيك أجمل ما هيك حبيبي صاروا لحاله مباشرة عبد شلون وقت أسافر أجي على دمشق وقاعد في حلب مع أمه وأخته وقت أجي على الشام هون صرت أسأل أمه صارت تقول لي لا عم يرتب صار أطلع قدامه على الحديقة على جنينة البيت أنا بدي أشطف كذا صار يرقد هو معه للشاطة. الرسالة غير مباشرة مهمة حتى في المدرسة. أنا كنت مدير مدرسة كنت أنزل قدام طلابي أقسم بالله أجي على الباحة وأبدأ أرقط الورق معهم يرقدوا هن الرقد. لا أستاذ عفوا هاي الرسالة غير مباشرة كتير بحب الطفل وكتير بحب الشاب أني أنا ما أعطي الرسالة المباشرة. طيب الصورة رقم واحد لشو ترمز؟ مين من الأطفال خرجيك يحلوا لي؟ كمعلمات كزوجات تستطيعوا أن تدخلوا إلى مفاتيح القلوب. تبعتوا فيه؟ أنا بدي أعرف الأطفال هاد شو مفتاحه الآن؟ هذا الفكر مقفل فشو هي المفتاح اللي بيفتحه؟ دائما الكلمة الطيبة دائما الابتسامة التسامح. تبهتوا كيف؟ هي اللي بتعطي الآن حالة ارتياح.
تشكيل حالة الاطمئنان أمام الآخر. يا الله مفتاح العقل كلام حلو صح؟ صح؟ انتبهتوا؟ لك سبقتهم ولا لا؟ سبقونا. هذا اسمه تحفيز وتعزيز. الورشة حياة تأتي بعد سلسلة من الورشات المركزية التي أقيمت على مستوى القطر حول مهارات الاتصال والتواصل مع الطفل، مع الأسرة، مع المجتمع الأهلي المحلي. أضف إلى ذلك أيضا فن التفاوض، فن الحوار، فن الإقناع، فن الإنصات والإصغاء لهذا الطفل وأيضا لأسرة هذا الطفل. ركزنا واستهدفنا باتجاه الآن الوحدة الطليعية اللي هي المدرسة، واستهدفنا أيضا عدد من الأطفال الطلائعيين المتواجدين كأنموذج في هذه الوحدات الطليعية. الشريحة المستهدفة كانت ضمن إطار هذه الورشات أن الموجهين التربويين، الموجهين التخصصيين للإرشاد النفسي والاجتماعي، أضف إلى ذلك أيضا عدد من إدارات المدارس وأيضا المرشدين النفسيين والاجتماعيين في هذه المدارس. حقيقة كانت ورشتنا اليوم عم نحكي فيها من خلالها عن مهارات التواصل عند الأطفال، وقديش ضروري امتلاك هالمهارة هاي عند المعلم. لما بيمتلك هالمهارة المعلم بيصير من خلال هالمهارة هاي بيحل مشاكل كتير داخل غرفة الصف. نحنا طبعا امتلاك هالمهارة هاي للأطفال للمعلمين بتساعدهم على إدارة غرفة الصف بشكل جيد، بتساعد على حل المشاكل اللي عم يتعرض إلى الأطفال داخل غرفة الصف، أيضا بتساعد على تحسين التحصيل الدراسي عند الأطفال. في علاقة كتير وثيقة بين الصحة العقلية بشكل عام والتحصيل الدراسي. ورشة التفاوض مع الأطفال، شو استفدتي منها؟ استفدت إنه لازم نحن وقت نتواصل مع بعض نتواصل عن طريق الكلام الحلو، وعن طريق الكلام الحلو والطرق الجميلة، وما نستعمل طريقة الغضب لأنه هي بتعمل حواجز بيننا وبين رفقاتنا. إنه لازم نحن دائما نضلنا متسامحين وصدوقين مع الآخرين، ودائما نكون متعاملين بالكلمة الحلوة ومتحابين دائما، وما نصرخ ونعيط لأنه هذا الشيء بيعمل كتير، بيحطم الشعور وواحد يفقد الصداقة. أقامت منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارة التربية في تطبيقية ثقب الغوطة الشرقية ورشة عمل بعنوان فن التواصل والحوار مع الطفولة. مزيد عن أخبار الورشة معنا زميلتنا جوري لتقوم لقاء مع رفيق وضاح السواح. معنا رفيق وضاح السواش من مكتب الثقافة والإعلام. مرحبا. أهلا وسهلا رفيقنا. أنا الإعلامية الصغيرة جوري الكردي في مدرسة الثقبة. ممكن أن نسألك بعض الأسئلة حول الورشة؟ أتفضلي بكل سرور. الفشل في التواصل يصبح بمثابة مرض قاتل، فبرأيك كيف يمكن أن نحسن من طريقة التواصل مع الطفل في مدرستنا؟ كثير يعني كلامك معبر حقيقة، وأنت وصلتي رسالة الآن اللي هي يمكننا أن نوصل هذه الرسالة من خلال لغة العيون مع بعضنا البعض، وبالتالي الانطباع الجيد، الاهتمام من خلال المرسل لهذه الرسالة اللي هو هذا الطفل الطليعي الرائع جدا إلى المستقبل اللي هو أنا، وكيف أنا الآن بدي أحاورك، وبالتالي لغة الجسد، لغة الأيادي أيضا، لغة العيون، لغة الاهتمام بحديثك بشكل كامل والانصات إلى حديثك واحترام هذا الحديث. هذه الورشة مهارة التواصل مع الأطفال المجتمع المحلي من خلال المشرفين والطليعيين تقام بتعاون مع مديرية التربية ووزارة التربية لخلق جيل واعي مؤمن بالإنسانية بشكل عام، مؤمن بقضايا وطنه، في محبة الآخرين. هذه الندوة لها عدة محاور، ويقوم بها عدد من المشرفين والمشرفات في كافة الاختصاصات وكافة
الفعاليات في المحافظة. نشارك منظمة طلائع البعث بدعم هذه الورشة من خلال تقييم المشرفين فيما يعطى في هذه الورشة من خلال عدة مواقف وعدة أنشطة يقوم بها هؤلاء المشرفين مع رفاقنا الطليعيين المشاركين. عارفيني عن اسمي؟ رفيقة الطليعية جور الكردي. حضرتي جلسة اليوم؟ نعم. شو استفدتي منها؟ انه لان عن وقت نتخانق انا ورفيقتي نتفاهم مع بعض بدون هياط ولا نزعل ولا نحكي كلام سيء. وشو هي الالفاظ الايجابية اللي لازم نستخدمها بالحوار؟ الالفاظ الايجابية اللغة النطق الصوت اللغة والنطق والصوت. اذا حصل معك موقف تفضلي الحوار ام الانسحاب؟ الحوار. تشكل المعرفة أهمية كبيرة لنا، فنحن نعيش في عصر المعرفة، والمعرفة رفاقنا هي مساحة فكرية وثقافية حرة وحيوية تكون بالبحث والقراءة لتحفز خيالنا وتساعدنا على التفكير. فالمعرفة أبوابها كثيرة ومتعددة، وطرق الحصول عليها تحتاج دوما إلى البحث والمتابعة. في فقرة موسوعة المعرفة نتابع معا. نوع من أنواع الزجاج المعروف باسم زجاج الصودا والرصاص، وهو عبارة عن جسم صلب متجانس قد يكون طبيعياً مثل الألماس والياقوت، أو صناعياً مثل الياقوت الصناعي والسيلينيوم، وهو يستخدم في العديد من التطبيقات مثل تصنيع أواني المائدة، ويدخل في مستحضرات التجميل والإكسسوارات وغيرها. الكريستال: يتضمن الكريستال تركيباً كيميائياً محدداً، حيث يتألف من عنصر كيميائي واحد أو من مجموعة من العناصر، يحتوي على بنية بلورية دورية ثلاثية الأبعاد، حيث تترتب الذرات أو الجزيئات بشكل دوري على شكل صفوف شبكية لتشكل مستويات شبكية ثلاثية الأبعاد يشمل خواص عددية متجانسة مثل الكثافة والتباين، كما أن درجات انصهاره محددة. الكريستال أو البلور جسم صلب يتميز بشكل هندسي تحده المسطحات، وهو يتألف من جسيمات تتجمع على نحو منتظم وفقا لشكل معين يتكرر نفسه وفي الاتجاه نفسه في كل أجزاء البلور. استعمالاته تتراوح بين ملح الطعام أو اليود والكبريت وأثمن الأحجار الكريمة مثل الألماس والزمرد والياقوت والبلور الجندلي وغيره. قراتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.